جيد جدا جدا مخلوف، وكرة متسقطة على حدود المنطقة، عدت مرت الشامي، هيعمل ايه في مكان خطير يا راجل، بيهيأ وادي سقوط وركلة جزاء، ركلة جزاء بذكاء المرة دي احمد مدبولي، المرة دي لمدبولي عمل فنت وضحك المرة دي على رجب نبيل وعلى بعد متر ونص محمد الحنفي، يحتسب ركلة جزاء للدراويش. هل يفتتح التسجيل شكري؟ داخل شكري وجول جول 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 جول، ده شمعها حط فيها وش رجله، لا تصد ولا ترد، وادي الفرحة المستحقة، مهم في توقيت مهم، ما بعدش بعيد علشان ما يختلش التوازن ليه، وحط فيها وش رجله لا تصد ولا ترد، شمعها بلغة الكورة يا دوب في سقف الشبكة.